شلومو حزاوي الحيمة، وأهلا وسهلا فيكم على حلقة جديدة من لبنان وين المشكلة. ما رح طول بالمقدمة، هلأ رح نعرف على ضيوفنا دغري. باسكال بونسوار. بونسوارين، أهلا وسهلا فيكم، مسيكم بالخير دكتور جوزيف ودكتور أسعد، شرفنا تكونوا معنا اليوم الليلة. تفضلي. وأكيد توني كمان، بونسوار. أهلا بونسوار. مثل ما قال مالفونو بيير ما حنطول كتير لأن المواضيع كتير ساخنة وكتير حساسة. كمان أنا بدوري بقول لهم أهلا وسهلا لضيوفنا وشرفتونا ونورتوا الشاشة. وفي عنا بعض الأمور نحن بس حبينا نوضحها، هي قبل ما نفوت بصلب الموضوع، احتراما للأشخاص اللي بعثوا لنا ميلات ويجبنا أنه نضوي على بعض الأمور اللي وصلت لنا. الميلات هي عم تقول على مالفون وجوزيف، اكثر شيء انه العالم كثير حابه انه استمراريه البرامج اللي كان عم يحكيها مالفون وجوزيف. احتراما على هالرغبه اللي العالم طالبينها، حنخلي مالفون وجوزيف انتقل دم عليه اكثر ونستضيفه باكبر عدد ممكن من الحلقات اللي هنقدر نعملها. وفي بعض الاشخاص كمان بيحترموا كثير وقت البرنامج لان المواضيع كثير اللي عم نحكيها هي مهمه، كرمال هيك قال مستحيين يتلفنوا ويعملوا لنا اوبريتا او يعني يقطشونا. لا، نحن بنقول لهم انه حتى المداخلات اللي هن بيحبوا يحكوا فيها اهلا وسهلا فيهم انه يتلفنوا ويعملوا مداخلات على الحلقه تبعنا. مالفون وبيير، انا بدوري رح ارجع اكمل على هالموضوع بانه بتمنى على المداخلات يكونوا اسئله مش اراء، لانه رح نفتح مجال للاراء بعدين، مش بحلقه اليوم ولا يمكن الحلقه اللي جايه. اليوم حلقتنا فيها زخم كتير وفيها مواضيع كتيره دقيقه وغميقه كتير بدها تركيز، فرح نتمنى قد ما فينا رح نتمنى عليكم انه خلي يكون تليفوناتكم كتير كتير قصيرة. بعدين اللي بيتلفن بيسأل السؤال بيسكر الخط لحتى يترك مجال لغيره ما يضل معنا، لأن نحن مجبورين نرد عليه بس هو عم بيضل فاتح الخط وما قالهم عيني يسكروا الخط بوجهه هون، فهو يسكر معلش لما يسأل السؤال سكروا الخط واسمعوا بعدين الجواب، لأنه مش رح يكون عندنا مجال لنفتح ديبات على التليفون على الهواء. هيدا الشيء. وبعدين اليوم عنا اخر نص ساعه بس رح نفتح التليفون لانه عم يكون في كتير تليفونات اوقات وما عم نقدر نوصل للموضوع اللي بدنا نحكي. وبنتمنى منكم كمان انه تستعملوا الايميل قد ما فيكم، ركزوا على الايميل هيك بيكون اريح للكل، يلي هو لبنان at live@.sa لبنان at live.sa. صح. سو قد ما فيكم جربوا واستعملوا الايميل لحتى نقدر نتواصل بطريقه احسن. موضوع ثاني اعلاني كمان بهمنا كثير، نحن يوم الجمعه اللي مرقت كان عندنا حلقه لدعم السيرفيسات باللغه اللبنانيه، هذه الحلقه رح نرجع نعمل حلقه ثانيه مش بهالاسبوع، الاسبوع اللي جاي بعد ما قررنا اي نهار رح نرجع نقول لكم اي نهار هو، ولكن كل يوم تنين عشيه في عندنا حلقه عم تنبس ب اللغة السريانية ومع مالفون سليمان يلي نحن بنقدم له الشكر على كل الوقت اللي عم يحطه لدعم السريوسات، هذا غير أشغاله وبرامجه العادية. فنحن بنتمنى من الكل انه يتلفنوا ويشجعوا ويتبرعوا، مش مهم قديش، مهم انه يفرجوا انه هنن بهمهم السريوسات لحتى نحن نقدر نعرف كمان لأي جمهور بدنا نتوجه. صح. هذه كانت الاعلانات اللي هي لهلا ورح نرجع اذكركم فيها بمسار الحلقه عن التبرعات. تبرعات التليفون مفتوح 24 ساعه، انت ما بدكم فيكم تلفنوا، لا مش 24 بس يعني نتمنى يكونوا 24 انتم تلفنوا ما عليكم، بس انه في تليفونات على طول ما رح يتسكر مع ولا اي بنهايه اي حلقه، يعني رح يكون مفتوح وفيكم تتبرعوا عليها. هلا نرجع لموضوعنا اليوم، رح نحكي عن موضوعين، موضوع رح يكون بخيال الثاني، موضوع الأول والأهم، ويمكن عشان هيك جبنا معنا اليوم استضفنا الدكتور أسعد. أسعد شلوم الدكتور وأهلا وسهلا فيك معنا. معروف لما يكون ملفون أسعد موجود يعني في تاريخ حقيقي، في صور حقيقية، في مصادر حقيقية رح تعلن. فنحن ما عم نجيب ناس بيقروا بكتاب التاريخ او عندهم كتاب تاريخ واحد بفلشوا فيه والله هذه خبريه حلوه تعال نخبرها للعالم، هي منا هيك. في دراسات وفي تعب لانه هن اللي عم يتعبوا عليه موضوع بهمهم كقضيه وكمبدا، مش بس هن عم يتعبوا لحتى يصيروا دكاتره ويروحوا يعلموا بجامعه ويقبضوا مصاري، فرق كبير. في قناعه وفي ايديولوجيه من وراء الموضوع، ان شاء الله ما اكون غلطان من الفنون اسعد وقت اللي بنحكي هيك. اما الموضوع الثاني فهو المفرح المحزن،
13 نيسان. كل اللي كانوا بلبنان بهالفترة هاي قبل 13 نيسان وبعد 13 نيسان كان عندهم نقطة فصل يوم 13 نيسان، صار فيها الكوارث، صار فيها أشياء في ناس ما بيحبوا يتذكروها، صار بعدها أشياء بعدنا لهلأ ما عم نقدر ننساها. رحلنا شهداء، رحلنا أموال، رحنا مستقبل لكتير ناس هونيك، والشغلة الوحيدة اللي ما راحت هي الكذب على العالم بعدها موجودة. فمن هون نحن رح نضوي على 13 نيسان بغير طريقة، رح نضوي على 13 نيسان مش لحتى نقول مين كان السبب ومين كان العدو ومين هلأ صار صاحب ومين بكرة بيصير عدو، لا، نحن رح نضوي على 13 نيسان لحتى على أمل أنه ما تصير 13 نيسان تانية. نحن ما بدنا حدا يعملنا 13 نيسان بلبنان، نحن ما كنا راضيين على 13 نيسان. أما يمكن في ناس عنده نظرية تانية عن 13 نيسان بيقولوا أنه لو ما صارت 13 نيسان سنة 1975 لو نطروا يمكن 5 سنين بعد يمكن نحن ما كان لبنان موجود هلأ. صح. عناية إلهية يمكن لهمتهم لأنه استخفوا بإيمان الشعب المسيحي بأرضه، فكروا أنه رح يقدر يترك كل شيء ويمشي بخمس دقايق مثل ما قالوا لنا، يعني أنه كوكو فوفو بالأشرفية، نحن بأربع فلسطينية منسكر الأشرفية كلها. هذا الكلام ثبت أنه مش مزبوط، ولكن في كلام مزبوط وما عم ينقال. شكمل فون جوزيف بالضبط. نحن رح نضوي على 13 نيسان بغير طريقة، ورح نقول نحن وصلنا هيك شوية اخبار لانه ما كنا كتير متابعين اليوم، ما قدرنا نتابع لسبب انه كنا على طرقات ما كنا عم نحضر تلفزيون، ولكن سمعنا انه سامي جميل حط جولين اليوم بلعب الفوتبول. يعني اول شيء اذا هاي بداية نجاح متمنى انه تضل مكملة، بس مش بس بالفوتبول سامي، بدنا نشوفها شوي على الارض اكثر. مالفون وبيير اللي ما عم يعرفوا، يعني مثلا نقول لهم انه المجتمعين السياسي اليوم بلبنان عم يلعبوا فوتبول، يعني هذا شيء كثير منيح. وكان ملاك عم بيقول مالفون وبيير انه سامي جميل حط جولين، يعني هذا شيء كثير منيح. وانا ليك ما شفت الماتش، بس انا بقول كان في ناس ما راكدين ورا الفوتبول، كانوا عم يعملوا غير شيء، يعني عم بيجربوا هذا، بس يمكن ما زبطين، او يمكن بهالوقت سامي فوت جولين. منيح كثير، خلوكم هيك متفقين وتحاوروا ولا مش انه بس يضلوا يلعبوا فوتبول، خلي يضلوا يعرفوا كثير منيح انه شو ما يعملوا هو احسن من الحرب. صح. نحن هذا اللي بدنا نوصل له. مظبوط. دكتور اسعد، في عنا موضوع مهم كثير دائما بيهتونا فيه، يعني بيجوا العالم انتو السريان انتو بقتها عاملين مشاكل ومدبحين الموارنة، عشان هيك في شوية حزازيات مثل كأنه مرمرون ما كان سرياني، او بوقتها وقت اللي صارت المدابح كان في موارنة وكان في سريان. في كتير لغط بهالموضوع هيدا لدرجة انه عم بيكون عايق بين نحن تقدمنا كسريان وموارنة مع بعض بالمسيرة للمستقبل. تحب تشرح لنا اياها بطريقتك؟ يعني أنا بعترض على الجملة الأخيرة اللي قلتها، قلت سريان وموارنة، يعني الموارنة سريان هني، يعني في ما في شك. إيه عم بقول شو عم بيقول، ما بقولش أنا مبسوط لأنه بلش بالفون وأسعد باعتراض، هذا بتجنن. يعني حلقتنا يا جماعة قيمة. تفضل. أنا بالأول حابب أشكركم ثلاثتكم وعاملين البروجرام اللي راح بتوقع بيكون بروجرام مفيد، وبنشكر كمان سريوسات اللي عم يحاول يعمل برامج مفيدة، يعني بتنور القارئ وبتعلمه وبتثقفه كمان على تاريخنا وتوجهنا للمستقبل. بالنسبة للنقطة اللي ذكرتها انه في نقطة شائكة بالتاريخ، يعني بيقولوا انه 350 راهب ماروني اتدبحوا، وتقريبا كل الكتاب اللي عم يكتبوا كتب التاريخ عم ينقلوا هالفكرة من بعضهم وبدون تمحيص للمصدر وبدون إجهاد يجهدوا حالهم حتى يشوفوا شو هي الحقيقة من وراء الموضوع هذا. وقلت هذا الموضوع شائك هو لأن تقريبا اللي مرات ناس بيتمسكوا بهالفكرة حتى الهدف هو التباعد بدل يكون تقارب. صح. يعني لما بنجي بندرس هالفكرة هاي، فكرة 350 راهب تدبحوا،